من أكبر المشاكل والتحديات اللي بتواجه ولادنا وبناتنا في امتحان الأكت أو الإيست هي سيكشن الريدينج، وناس كتير بتفكر في حلول مختلفة عشان تتعامل مع المشكلة صح. منهم اللي يقولك أنا هحفظ كلمات كتير، ومنهم اللي يقولك أنا هحل امتحانات كتير، ويعملوا كده فعلا ويحفظوا ويحلوا ويعملوا مجهود جبار ويطلع عين عينهم ويدخلوا الامتحان وبرضه يلاقوا الموضوع صعب. دلوقتي المهمة طلعت كبيرة قوي عليهم، بهواء مش عارف أعمل إيه، انصحني. ما تخافش، أمال أنا جاي لك ليه؟ تعال أقول لك نعمل إيه. أرغي يا عم الأمور. عشان تعرف إزاي تتعامل مع سيكشن الريدنج في الامتحان لازم تبقى فاهم الأول يعني إيه سيكشن الريدنج، معمول إزاي ومعمول ليه، وأنواع الأسئلة، وإيه المهارات المطلوبة، وإيه الهدف منه أصلاً. لازم تبقى عارف إن جزء الريدنج معمول في الامتحان في الأساس لقياس مهارات معينة مطلوبة للحياة الجامعية. انت فاجئتني بالموضوع ده، وهنا حابب اوضح نقطه في غايه الاهميه. صدقني لو فهمتها واقتنعت بيها هترتاح كتير. امتحانات السات والاكت والاي اس تي والجي ار اي والجي مات والتوفل والايلتس كلها في الاساس معموله عشان تقيم مدى جاهزيه الطالب للحياه الاكاديميه اللي هي الدراسه في الجامعه، لان اسمها في الاساس College Readiness Tests. يعني حضرتك اللي بتتعامل مع الامتحان ده انه نهاية المرحلة الثانوية او الهاي سكول لازم تبقى فاهم انه امتحان لبداية الحياة الجامعية. وطبعا زي ما احنا عارفين الدراسة في الجامعة بتختلف شكلا وموضوعا عن الدراسة في المدارس. لا مش قصدي كده، قصدي كده الطالب في نهاية المرحلة الثانوية بيحتاج يتدرب على مهارات معينة تأهله وتجهزه للدراسة في الجامعة. مهارات في الريدنج وفي الرايتنج، كالكوليشن، ريفرنسنج، انفرنج، كريتيكال ثينكينج، انالايزنج وغيرهم كتير. ايه ده يا عم، انا هحارب لوحده ولا ايه؟ انا مش عايز افاجئك، بس انت فعلا هتحارب لوحدك، لانك ببساطة شديدة هتمتحن لوحدك، والسكور اللي هتجيبه هيبقى بتاعك لوحدك، والجامعة اللي هتدخلها هتتخرج منها لوحدك. بس اطمن، لحد ليلة الامتحان انت مش لوحدك، ولازم تتدرب كويس مع ناس فاهمة وعارفة هي بتعمل ايه عشان يوم ما تروح الامتحان لوحدك تعرف تحارب لوحدك. نفهم من كده ايه؟ باختصار شديد الريدنج بيحتاج مهارات وليس فقط مجرد حفظ كلمات او حل امتحانات، والمهارات بتحتاج تدريب، والتدريب بيحتاج خطة سليمة مدروسة محددة الاهداف. خطة تتقسم لاجزاء، يعني مرة نشتغل على مهارة ونطبقها على امتحانات سابقة، وبعد ما نتقنها كويس نشتغل على مهارة غيرها ونطبقها برضو على اسئلة من امتحانات سابقة، وهكذا لحد ما تلاقي نفسك بقيت فاهم يعني ايه ريدنج وفاهم تتعامل معاه ازاي. وطالما وصلت لنهاية الفيديو ده اسمح لي اقدم لك هدية. هسيب لك لينك في اول كومنت فيها بلاي ليست فيها حصتين للتدريب على اهم مهارات الريدنج. اتفرج وافهم كويس وادعي لي. ولو لسه عندك اي سؤال ادخل على جروبنا في الفيسبوك واكتب السؤال اللي نفسك فيه والدرس اللي نفسك يتشرح لك، وهنجاوبك بكل التفاصيل. أشوفكم إن شاء الله المرة الجاية على خير في فيديو جديد من سلسلة EST English with رؤوف. تحياتي للجميع.